بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. صراحه عزيزي مش عايز اقول لك ان انا متعشم عشم كبير في ربنا وفي الاخر المغاربه ان احنا نوصل 70,000 من خلال هذا الفيديو، لان احنا بنتكلم على فوز منتخب المغرب على منتخب الجزائر تحت 17 سنه 3-0 والصعود لكاس العالم. يا اسطى، فوز على الجزائر والصعود لكاس العالم. بس عزيزي لو مش عايز تشترك في القناه، اهلا وسهلا بيك، خش يا اخويا تعالى نسمع بعض. تحيه كبيره جدا للرجل اللي كان بيعمل في الظل واللي كان بيعمل في الخفاء اثناء ما فوزي لجع ما كان عايز ان هو ما يسافرش الجزائر يلعب البطوله. تحيه للراجل اللي كان عامل ماتش ودي مع منتخب مالي وما كانش عنده مشكله ان هو يسافر. تحيه كبيره لسعيد شيبه، تحيه كبيره جدا لسعيد شيبه. سعيد شيبه اللي الاعلام الجزائري كان بيحاول ان هو يستفزه ويقول له هتلعب مباراه طائر وهتلعب مباراه ضد المنتخب اللي فاز عليك في كاس العرب والمنتخب اللي توج على حسابك في كاس العرب البطوله، ولم يكونوا يعلموا ان سيناريو المباراه هو اقرب لسيناريو المباراه النهارده. منتخب المغرب كان افضل، منتخب المغرب كان مسيطر، منتخب المغرب سجل، منتخب المغرب هدى الريتم وهدى اللعب وفضل يضيع وفي الاخر استقبل جون ومنتخب الجزائر كسب بضربات الجزاء. هكذا كانوا ابطال العرب في البطوله اللي كانت معموله عندهم برضو. يعني منتخب الجزائر لعب على ارضه وسط جمهوره كاس العرب، ولعب النهارده على ارضه وسط جمهوره في كاس الامم الافريقيه. انا اضمن لك ان منتخب الجزائر لولا ان هو بيلعب على ارضه وسط جمهوره والبطوله دي كانت بتلعب في الجزائر، المنتخب ده ما كانش هيوصل ابدا لتصفيات كاس الامم الافريقيه. واضمن لك برضو ان المنتخب ده لو ما كانش بيلعب على ملعبه وسط جمهوره في كاس العرب برضو ما كانش هيوصل للمباراه النهائيه. لماذا انت، لماذا كل هذا الحقد والكراهيه؟ يا عم لا حقد ولا كراهيه، بس هي قصه ان المنتخب الجزائري لا مؤاخذه يعني معاه مدرب قليل، معاه مدرب قليل قوي. يعني لو احنا بنتكلم عن سعيد شيبه كان بيحضر اثناء ما فوزي لجع ما كان بيهدد ان هو مش عايز يسافر وان هو مش عايز يكون موجود في البطوله، والراجل كان مركز، والراجل النهارده لعب مباراه بيدي درس لروسكي ارماني في كره القدم، او روسكي رمان بيديله درس في كرة القدم، بيديله درس قد ايه انت فرقة ملط، قد ايه انت فريق انا محضر لك وعارف كويس انت بتلعب ازاي، انت بتلعب ازاي، كل اللي انت بتعمله انك بتستلم اي كرة في الملعب بترميها طويلة لزياد ومسلم اناتوف، انت راجل بتلعب 3-5-2 او بتلعب 5-3-2، الاثنين اللي عندك زياد ومسلم اناتوف، كل اللي انت بتعمله انك بتستلم كرة من تحت من النص من اي حتة في الملعب بترميها على مسلم او بترميها على زياد. او لو في حد موجود مكان اناتوف، كل اللي انت بتعمله شغل واضح، لعبك مباشر بدرجه مرعبه. اي كره بتيجي في الملعب بتلعب لمسلم اناتوف، تلعب على طول مسلم اناتوف بتلعب لزياد عشان تحاول تعمل حاله 2-2. لكن منتخب المغرب النهارده سعيد شيبه كان موقف لك الباكات، وكان عنده مدافع كويس جدا زي عبد الحميد اياد بودلال، وكان عنده حارس مرمى زي طه بن حزيل اللي بالنسبه لي نجم المباراه الاول، لان طه قدر ان هو ينقذ المنتخب المغربي من اكبر فرصه للمنتخب الجزائري، وهي انفراد لزياد لاعب المنتخب الجزائري. زياد خد الكره وطار بيها وراح انفراد، لكن لا قدامه اسد وهو طه بن حزيل. في لقطه اعتقد ان سعيد شيبه هيقف قدامها كتير النهارده، لان هو عارف كويس ان قدام السنغال مش هتهزر، قدام السنغال لقطه زي دي ما تنفعش، ما ينفعش ان منتخب المغرب يكون جايب جول حلو قوي. يا اسطى كان جايب جول حلو قوي عن طريق نجم المباراه زكريا اوزان، زكريا اوزاني اتلعب له عرضيه حلوه قوي من ايمن، من ايمن منير، وقدر ان هو يسجل هدف الاول. بعدها بتيجي فاول للمنتخب المغربي، والمنتخب المغربي بيتعامل بطريقه ساذجه جدا في الحاله الدفاعيه، وده اللي نتج عليه الانفراد بتاع لعيب منتخب الجزائر. يعني كره منتخب الجزائر دي ما جاتش في كوره لا مؤاخذه متحركه وقاعدين يباصوا لبعض، لا ده جت من خطا ساذج عند المنتخب المغربي. طب وانت كل كلامك ده عايز تثبت لي ايه؟ عايز اثبت لك ان منتخب الجزائر فعلا نسخه ضعيفه، وعايز اثبت لك ان منتخب الجزائر فعلا فريق ضعيف، وعايز اثبت لك ان منتخب المغرب حتى الماتش اللي خسره قدام الجزائر كان منتخب المغرب اقوى، وعايز اثبت لك النهارده منتخب المغرب كان افضل من منتخب الجزائر بمراحل. وده اللي حصل في الملعب حرفيا، وده اللي كان موجود. اما اللقطه اللي انت تقعد تتكلم عليها ضربه جزاء، الكوره ما فيهاش ضربه جزاء، الكوره ما فيهاش ضربه جزاء، لعيب منتخب الجزائر زيه زي قائد الفرقه بتاعته مسلم اناتوف، اي كوره بيدور بيدور على ضربه جزاء. مسلم اناتوف اي كوره بيدور على ضربه جزاء، اي كوره بيدور على ضربه جزاء، اي كوره بيدور على اي سقوط، بيدور على اي فاول من اي حته في الملعب. ليه؟ هو ما يعرفش غير كده، ما عندوش مدرب يشتغل معاه على اي حاجه. فمنتخب المغرب عنده مدرب كويس، عنده لعيبه كويسه. اتكلمت معاك على ادم بوفندر، اتكلمت معاك على زكريا وزين الفرود، اتكلمت معاك على ادم نص الملعب الواحد من نجوم اللقاء هو في اتنين ادم، في ادم شاكير رقم 6 وادم بوفندر رقم 4 قائد يوفنتوس الايطالي. لازم نتكلم على فؤاد زهوني، ولازم نتكلم كويس جدا على حمزه اياد بودلال، ولازم برضو ندي التحيه كبيره لسامي بخيتي، وندي برضو التحيه الكبيره لمعاذ رقم 15، لان يعني الامانه اللعيبه دي تحمل الضغط المباراه.
للامانه، لان منتخب المغرب حتى وهو بيدافع وساب الكره لمنتخب الجزائر كان عارف هيدافع ازاي، وكان عارف ان منتخب الجزائر عنده مشاكل كتير في حته بناء اللعب. اه منتخب الجزائر في البساط بعافيه شويه، اه والله مش عارفين يباصوا. طب اقول لك حاجه، اقول لك حاجه جديده كمان، منتخب الجزائر النهارده كان في ضغط نفسي عليه اكبر بكتير قوي مما يتحمله هذا الفريق. يعني انت متخيل ان الفرقه اللي مالطه فنيه واللي واقعه فنيه واللي صارت علشان خاطر كسبت ماتش الصومال وتعدت مع منتخب الكونغو، الفرقه دي اتحط عليها ضغوطات اكبر بكتير من اللي هي تتحمله. فرقه زي دي ما تتحملش الضغط النفسي اللي انت حطيت العيال فيه. عيال منتخب الجزائر اتحط لهم ضغط نفسي ومسؤول مش عارف عسكري بيستقبلهم في قسطنطينة وبنفتح لهم مسجد الجزائر الاعظم عشان خاطر نصلي وندعي للمنتخب، وريبورتاج بيجيب لك اللعيبه وهي بتصلي، وهم اصلا حرفيا الفرقه دي على الله اللي هو باشا احنا بنكسب بالزق وبنكسب اساسا عشان خاطر الفرقه اللي قدامنا بتخطا اخطاء جسيمه، وساعات بنكسب عشان احنا بنعرف نعمل هجمه او اتنين نخلص بيهم الماتش. فانت لما اخذ ضغط لي ضغط كبير جدا لدرجه ان لعيبه منتخب الجزائر الشوط الثاني داخلين ركابهم بتخبط في بعض. فلما اخذ التحضير النفسي بتاع منتخب الجزائر سيء، تحضير فني للفرقه سيء، تحضير بدني للفرقه سيء، هو كان افضل منك في كل حاجه رغم انه بيلعب ضد 40000. منتخب المغرب وهو بيلعب ضد 40000 هو الافضل في كل حاجه، شخصيه فريق اقوى منك بكتير، شخصيه لعيبه رغم ان كان في لعيبه بتتهز لما بتلعب عليها عرضيات لكن كانوا اقوى بكتير. ليه؟ لان هم حتى هم بيتهزوا لما بتلعب عليهم عرضيات لعيبه منتخب الجزائر كانوا بعيد قوي عن الكوره، فلعيبه منتخب المغرب النهارده كانوا افضل بكتير. والهدف الثالث هدف عظيم من ادم شاكير، واحد من نجوم اللقاء. اما تغريدات سعيد شيبه، فسعيد شيبه كان عارف كويس قوي ان هو لما يسيب الكره لمنتخب الجزائر مش هيعرف يعمل بيها حاجه. اه والله العظيم بجد. هتقولي ان انت بتقلل من منتخب الجزائر قوي، اقول لك لا، بس انا شايف الفرقه دي فنيا كده بعيد عن منتخب بعيد عن الاسم، ايه دي فرقه كره فنيا قليله فيها لعيبه كويسين لكن في مدرب مش شغال معاهم على اي حاجه. فمنتخب المغرب طبيعي ان هو يكسب منتخب الجزائر، وان شاء الله باذن الله يقدم مباراه عظيمه قدام المنتخب السنغالي. اما الصعود لكاس العالم فما امتع ان تصعد الى كاس العالم على حساب منتخب الجزائر. الف مليون مبروك للمنتخب المغربي، فوز مستحق عن جدارة.